صباح الخير إلى حبايبي. هذا الفندق اللي احنا ساكنين فيه في أكواخ، هذه في ثلاثة أكواخ، في الجهة الثانية في أكواخ. هذا مبنى الفندق، هناك يعني طريقنا، هذه ساحة حق الأطفال، وهذا الأكواخ بالضبط على كفة مجرى النهر. راح أوريكم مجرى النهر. زين، الكوخ اللي احنا ساكنين فيه هذا، هاي سيارة صالح. زين، ما ادري النهر يبين من الصوب، اعتقد يبين. من صوت النهر شوف النهر هناك، اكبر شوي الصوره، شوف قوة اندفاع الماء. هذه هم بعد مجموعة من الاكواخ الثلاثة. زين، مكان جميل جدا. يعني يتراوح طبعا الشاليه في مساء الخير. احنا الان شوف المنطقة، ريدة، هذه في اعالي الجبال، تبعد عن طرابزون تقريبا 150-160 كيلو. واخيرا بعد ما تغدينا رحنا وسكننا في فندق، شوف الشلالات، شوف النهر شلون جاري. هذه القعدة، ارى شلون. طبعا هني اكواخ، اذا تشوفون الكوخ، تقريبا اجرة الكوخ الوحدة بحدود 50 دينار. زين، احنا كوخنا دورين وفي ثلاثة اسرة، دبل تحت بنام فيه وسريرين كيف عاد حق بصلوح. هذا بصلوح قاعد، هاي فنجان القهوة مالي، وهذا النهر تكملة النهر الجهة الثانية. أوريكم، شوفوا حالات، يعني شيء يعني جميل لآخر درجة. أتمنى أن تشاركونا بالمستقبل بهذا المكان، عرفت شلون؟ تحياتي لحبايبي أجمعين، السلام عليكم. هذا هاي الغابات، شوف الضباب فوق. زين، احنا الحين طلعنا من الفندق، اعتقد الساعة الان يمكن 10 او شيء من هالقبيل. لحظة خلنا اشوف الساعة، 11 الا 4 دقائق او 6 دقائق. وقفنا هني، هذا شلال، شوفوا قاعد ينزل الماي خرخر من فوق. زين، شيء بديع لاخر درجة. يعني نعجز عن نقول عن جمال الطبيعة. شوف احنا فوق في القمة، درجة الحرارة طلعنا من الفندق 19 اعتقد، امس وصلت 17. لا مكيف لا بطيخ ومتلحف. يلا، السلام عليكم، نعطيكم تقرير اخر ان شاء الله. سلام. السلام عليكم. احنا الان في قمة الجبل، نبعد عن منطقة اسمها ازنقور. ازنقور 10 دقائق. ازنقور 10 دقائق. زين، هذه كلها قهاوي. زين، الحين اوريكم الفيو اللي تطل عليه هذه القهاوي. شوفوا طبعا احنا هذا قمه الجبل ما تشوفونه لان الضباب والسحاب مغطيه. هذه هني شوف المنظر شحالاته، هذه البحيره، هاي شحالاته يا جماعه. يعني شيء بديع 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 جدا بديع. طبعا الوصول له طريق وعر، يعني سيارتين بالعافية يلا يعني هذا يمرون، لكن شيء جميل جدا انك انت تاخذ لك فنجان قهوة في احدى القهاوي هذه اللي موجودة فوق. شوف هناك قهاوي بعد، ارشون. هذا صالح ولدنا، السلام عليكم ابو بدر عبد الله.